بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي متابعي قناتي على يوتيوب وتليجرام، أهلا وسهلا فيكم. طبعا اليوم عملنا صفقتين حلوين، بس واحدة ب 56 نقطة كانت على زوج الباوند ين، خلينا نشوف الأبديت. وصفقة تانية على اليورو دولار بحوالي يمكن 100 نقطة على ما أذكر. طبعا الصفحة الرئيسية تبعي دائما أنا حتشوفوا سهم راشحي، هذا سهم بحبه لله بالله، هذا سهم بحبه لله بالله، هذا أكثر سهم قدرت أني أعمل فلوس عليه. طيب جي بي بي جي بي واي تاع يا صديقي باوند استرليني، نفتح فريم 4 ساعات، ناخذ القلم تبعنا تاع يا قلم. ايفون، ايوه شاطرة. احنا حكينا عن مستويات اكزاكتلي تقريبا التسعينات بالفيديو اللي قبل، خلونا نشوف هو ارتد اوكي من اي مستوى، من اي مستوى، خلونا نشوف احنا ارتد من اي مستوى. 148 تقريبا فاصلة 98، لو كانت عندك على منصة تانية، أنا عندي وصل على 94، وقلنا بعد ما يخترق هاي المنطقة. أنا متوقع على فكرة ريفيرسل بس يكون نهاية الأسبوع، يعني توقعت ممكن يكون الجمعة أو الخميس، ولكن الريفيرسل حصل بشكل سريع، فتقريبا احنا منتظرين تمام يكسر هاي المنطقة، يأكد ان هذا الترند الصاعد مثل ما حكينا الصبح. بعدين حنطلع لهي المناطق تبعنا ان شاء الله تعالى، اوكي هذا هو حيكون الهدف تبعنا، هذا هو حيكون الهدف تبعنا. طبعا بما انه خلينا نمسح، بما انه هدفنا نحنا كبير، فممكن ناخد ستوب لوس تبعنا هون، او لو حابب تستنى اعادة اختبار، بس هون يفضل انه تاخد ستوب لوسك هون. هاي هي منطقة هدفك تمام، منطقة هدفك هاي هي اللي حتكون اول هدف 152.24، ثاني هدف 153.37، المنطقة هاي تمام. ممكن تاخد على المنتصف وتقفل، خليني كبر وغمق الخطوط عشان يكونوا قادرين انه انتو تشوفوا منطقة الهدف تبعنا. فحاليا ان شاء الله باذن الله تعالى صاعد بهي النقطة، حيكون معنا تريدة اوكي، تريدة اذا دخلنا من هون مثلا حتكون تقريبا حوالي 270 نقطة الى 330 نقطة. اوكي طبعا دائما احنا بنحسب دخولنا، بندخل اي صفقة هي 3% من رأس مالنا. ليش؟ لانه اسلوب مضاربتي انا اسلوب انتقائي جدا، اوكي بنقي بس الصفقات القوية. طبعا في صفقات حتضرب ستوب لوز، احنا شفنا شغلنا الاسبوع الماضي وشغل قبل منه، فهذا شيء عادي طبيعي جدا باي نظام تريدنج، ولكن الهدف انه يكون انت دائما عدد الصفقات ناجحة اللي بتقدر تعملها اعلى من الخاسرة. فحنستنى بس ليخترق هاي المنطقة ان شاء الله تعالى، يقفل شمعة 4 ساعات فوق. اوكي نرجع نشتري لهي المناطق، فضروري جدا اهم شي حاليا انه نطلع فوق هاي المنطقة، يطلع شمعة 4 ساعات يحاول يطلع لفوق يكمل. بالنسبة لليورو يا اصدقائي، هذا الاسبوع انا كنت سعيد الحظ انه قدرت اتوقع الارتداد بدقة كبيرة تمام. تذكروا الفيديو اللي قبل هذا تماما،
قلت لكم هاي المنطقة ما رح أعمل فيها شيء، والحمد لله كان قراري صائب 100%. أنا كنت بايع من هاي المنطقة، قفلنا هون، السعر ارتد تمام. أنا طلعت لبرا، فالصفقة قفلت على تيك بروفيت وحدثت الفيديو وطلعت. فهذا المشهد ما كنت شايفه، كنت دخلت شراء. حاليا حأدخل شراء، حيكون ستوب لوزي حكما عند هاي المستويات، يعني أسفل هاي الشمعة شايف هون، بدك تحط ستوب لوز. حنطلع على الهدف الأول 1.2468 1.2555. اوكي، حيكون عندنا هدف اول هون، تاخذ تيك بروفيت الاول تبعك وتيك بروفيت الثاني تبعك. هذا تحديث بالنسبة للزوجين. الذهب الذهب كمان طلع. انا كنت متوقع شغله ثانيه، انا متوقع من هون تغيير اتجاه، متوقع ان الترند العام صاعد حتى 6/3/2018، ولكن متوقع انا كنت يطلع يهبط هيك المناطق وبعدين يطلع لفوق ونطلع لفوق، ولكن هذا الصعود كان متوقع. وانا كنت حكيت عن رقم 1309، ما في شيء جديد بالنسبه لمشترين ذهب. ممكن تعمل شراء حتى 6/3/2018 تمام ان شاء الله، او 3/3/3/3 او 6/3. هدول 3 أيام حتكون إن شاء الله نتوقع إنه في تغيرات بالترند. ملاحظين ملاحظين يا جماعة يا إخوان، الترند العام ما زال صاعد. هذا هو اسمه الترند العام اللي كنا عم نحكي عنه من 17/1، يعني قبل حوالي الشهر بالضبط. شوفي عندنا كمان الباوند النيوزيلندي، كنت حكيت عنه الباوند النيوزيلندي، حكيت عن هاي المنطقة ان هي منطقة دعم قوي جدا. حكيت ليش انا عندنا شمعة باص، بعدين هون تصحيحات تمام، تصحيحات ما قدرت اخترق شمعة باص، وعندنا مدة زمنية كبيرة ما بدي اقعد احكي بالمحكي. فممكن تشوفوا الفيديو السابق تمام. ليه حنشتري؟ احنا حنشتري من هاي المناطق بعد كسر هاي القمة. حاليا حتى حاليا هذا الصعود لا يعتد فيه، لازم نطلع فوق هاي المناطق لحتى بعدين ناخذ تيك بروفيت تبعنا تقريبا عند هاي المناطق تمام، تقريبا عند هاي المناطق. حنحط الستوب لوز اسفل، ليش؟ لان هاي منطقة مقاومات كثيرة، فبعد ما يخترقها حنحط الستوب لوز تبعنا اسفل ونطلع للهدف تبعنا ان شاء الله تعالى. خلينا نشوف البيتكوين. البيتكوين عم يطلع ممتاز ممتاز تمام، ممتاز ممتاز عم يطلع البيتكوين. اوكي طيب، الآن لازم يخترق هاي القمة. مطلوب حاليا حتى الآن من البيتكوين ما برهن لي على الصعود تبعه، فحاليا مطلوب منه انه يخترق لي هاي القمة. هو صار قريب منها 9475، حاليا السعر الحالي 9336. المفروض يكسر يختبر، حرجع اشتري مع اعادة الاختبار حتى 13,000 تمام. حتى الان انا ماني شايفها فرصة جدية بالصعود، ولكن حنشوف الوضع شو بيتطور، بناء عليه حنشتري. ما نستعجل معلش، التروي حلو مثل ما تروينا لهذا الاسبوع بصفقاتنا. حتى الان يمكن عاملين 200 نقطة هذا الاسبوع، يعني دائما انت وقت تتأنى وتكون انتقائي بصفقاتك هتلاقي عندك طلع معك شغل حلو، ما في داعي انه انت تستعجل. قريبة لنفس الموضوع، ما في شيء يتغير، لازم يطلع فوق هاي المنطقة لانه بنخاف نحنا هاي المنطقة تحولت لمقاومة قاسية، يطلع لفوق بعدين يرجع يهبط، فلازم يخترق هاي المقاومة يعيد اختبارها بعدين حتى نطلع نشتري على 1.8 1.90 مبدئيا تمام. فهذا هو التحديث عام لكل كل شيء لكل شيء كان معنا هذا الأسبوع. أتمنى جميع التوفيق. طبعا أنا عملت قناة خاصة لي على التليجرام تمام، هي الأوفيشال تشانل تبعي، قناة رسمية، فممكن أنتم تنضموا لها وتشوفوا تحديث صفقات تحديث صفقات. أتمنى جميع التوفيق. لازم تتابعوا قناتي على التليجرام، ممكن لكم أنا أطلعوا أوكي، أو ممكن لكم تمام، ممكن لكم تطلعوا او اعطي توجيهات معينه خلال الصفقات. دائما انا الصفقات اللي بعقدها يكون عندي بوزيشن دخلته انا راح احطه على قناتي على التليجرام، بحيث انه انتم تشوفوه اوكي، وتشوفوا انا شو داخل الصفقات بغض النظر عن شرحي هذا اللي عم بشرح انا.
شوفي عنا أشياء ممكن نشوفها على الشرط. يعني مثلا الصفقات اللي عملتها أنا هذا الأسبوع اللي هي صفقة بيع، عفوا اليوم اللي عملتها اللي هي بيع اليورو دولار بحوالي 90 أو 100 نقطة، وطلعنا على التيك بروفيت. بيع الباوندين اللي بعناها على 90، هي صفقتين نزلوا على قناتي على التليجرام والتوجيهات موجودة بالنسبة لهم. إذا حابب تتابع توجيهات مباشرة أثناء دخول الصفقات. أتمنى للجميع التوفيق وأسبوع سعيد وهابي تريدينج. السلام عليكم.